يا شيخ الله يحفظك، ما رأيك بأن يحتج على رجال الهيئة هم يذكرون الناس في الصلاة؟ إيش يسوون؟ يحتج على رجال الهيئة هم يذكرون الناس في الصلاة؟ نعم. يقول مثلا ما عليك من الناس، المرء مؤتمن على دينه. صحيح أن المرء مؤتمن على دينه، لكن إذا كان يريد أن يخل بدينه وافق على ذلك. فإذا رأينا أناسا قد فتحوا أبواب دكاكينهم والناس يصلون، لا بد أن ننهاهم عن هذا. وإذا رأينا ما يفعل منكرا لا بد أن ننهاه. لكن لو أن إنسان قال لنا إنه قد صام رمضان، فنحن لا نقول لازم تصوم أمامنا، لأن الإنسان معتمد على دينه. أو قال إني أديت الزكاة، فإنه معتمد على دينه، ما نقول لازم أدي ونحن نشاهد. أما رجل نشاهده يفعل المنكر أو يترك الواجب، فإنه لا بد أن نأمره بالمعروف ونهى عن المنكر. أليس كذلك يا آدم؟ نعم.